Dear friends, at this point, I am honored to announce that we are joined by Mr. Muin Al-Malabi, former Lebanese Minister of Refugees. وزير اللاجئين السابقة في لبنان وعلاقات على شؤون اللاجئين في لبنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، أرسل لكم تحية من لبنان، من أحرار الشعب اللبناني للشعب الإيراني الحر والشقيق، مع تحية خاصة لنضال مجاهدي خلق وقائدتكم الشجاعة السيدة مريم رجب. أيها الإخوة، لقد جمعنا اليوم إرادتنا بمواجهة الأعمال الإرهابية التي يمارسها نظام الإرهاب الملالي لحق شعوبنا وبلادنا ومنعه من الاستمرار في ذلك. العالم بأسره يعلم ما يعانيه الإيرانيون وشعوب المنطقة من جور هذا النظام، لكن ومع الأسف في هذا الزمن الرديء، على سبيل تقديم المصالح المادية تتغاضى الدول التي تدعي على حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة عن ارتكابات الملالي وجرائمه، ولم يعد بالإمكان الاتكال عليها لمساندتنا في هذه المواجهة. ها هي هذه الدول تفاوض مع من ارتكب مجزرة بحق شعبه، مجزرة حصدت ما يزيد عن 30,000 شهيد. لا بل أن هذه الدول اليوم تحاول استرضاءه في سبيل التجارة والاقتصاد، متجاهلة للخطر الذي سيسببه هذا الاسترضاء على دولهم بالذات وفي القريب العاجل. أيها الإخوة، لقد وضع نظام الملالي الشعب الإيراني الذي تقدمون التضحيات من أجله كما شعوب وبلدان التي يسيطرون عليها تحت جورهم وظلمهم، تحت القتل وتحت الحديد وتحت النار. لقد جعلوه تحت خط الفقر وخط المجاعة كما في بلدي لبنان، ومع نشرهم الإرهاب والخراب والدمار يستكملون ارتكاباتهم بنشر التخلف على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وحتى الطبية. دعوني ألفت نظركم إلى ما أنجزوا وأرسوا في لبنان. لقد أرسوا معادلة جهنمية، ألا وهي الميليشيا تحمي المافيا والعكس بالعكس، المافيا تحمي الميليشيا، ونعني بالميليشيا ما يسمى بحزب الله والمافيا المتمثلة بالسلطة الفاسدة التي تحكم لبنان. من خلال هذه المعادلة الجهنمية أنجزوا في لبنان ما يعتبره العالم بأسره سرقة العصر، حيث قام ثنائي الميليشيا والمافيا بأكبر عملية نصب واحتيال وتفقير وتجويع لشعب في العالم، فنهبوا مدخرات المواطنين وتركوهم بلا قدرة حتى على شراء علبة دواء أو إطعام أطفالهم ولو حتى رغيف خبز. أيها الإخوة، لم يعد بإمكاننا كشعوب الاستمرار بتحمل ما يقومون به أكثر مما تحملوا. لقد توجب علينا المواجهة المباشرة وحيدين كشعوب تعاني ما تعانيه من قتل واغتيال وإرهاب ودمار يقوم به كل يوم هؤلاء القتلة المجرمين، هؤلاء القتلة الذين لا يرتمون إلا بالدماء ولا يشبعون إلا بارتكاب المجازر ونشر ثقافة الموت. أيها الإخوة، لن نرضخ للظلم والقهر وحكم الدكتاتوريات، وسنكمل المواجهة. ومن يتأخر عن هذه المواجهة وقد رضي بالذل والخنوع، ولا أسف عليه إلى أي درك صار إليه. لقد خلقنا الله أحرارا، وسنبقى وإياكم بإذن الله أحرارا. وهناك مثل يقول: لا تمت وأنت حي. ويقول المتنبي:
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. فتحية لأبطال مجاهدي خلق وقيادته، وبالأخص للسيدة مريم رجوي، والذين يعتبرون السد المنيع أمام تدخلات النظام الملالي في دول المنطقة، وبذلوا الغالي والنفيس في هذه الطريق. تحية للشعب الإيراني الشقيق الصامد في وجه القتلة المجرمين. نلتقي إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في بيروت أو طهران عند سقوط نظام الإرهاب الملالي، أو في جنات الخلد بجوار الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. سلام عليكم، سلام لنضالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.